الإسلام والمناسبات الدينية لها قدسيتها في دين الإسلامي، بل وحرم فيها القتال. ومن هنا يتربص أعداء الإسلام من خلال انتهاك قدسيتها بأي شكل عبر ارتكاب جرائم في معظم الدول الإسلامية في مثل هذه الأوقات. اليوم ها هم الإرهابيون والقتلة يرتكبون صباح عيد الأضحى المبارك مزدرة جديدة في عملية إرهابية استهدفت المصلين في جامع البليلي بأمانة العاصمة أثناء الصلاة وخطبتي العيد. هذه الجريمة التي استشهد وجرح فيها العشرات لاقت استهجانا واستنكارا كبيرين من قبل المواطنين وفي مقدمتهم من نجوا منها وشهود العيان الذين كانوا متواجدين بالقرب وقت وقوع الجريمة البشعة. أول ما جيت أنا سمعت الانفجار الأول وأنا جنب في الحارة وهرعت إلى باب الجامع وإذا بالانفجار الثاني فأشاهد ضحايا أولهم زميلي وأخي ناصر مبخوت شلته بيدي وباقي من الناس جيراني فلم صدق ما أقدر أعبر على ما شفته أنا ما أعجز عن التعبير على ما شفته اليوم. هذا عمل جبان. تم بعد الصلاة أنا خرجت تم بالصلاة جماعة ثانية داخلة ها يعلم الله وقعبهم شيء أو ماش. أنا خرجت ما سمعت إذا الانفجار قلت أنا أحسب أنه صاروخ من حتى الطائرة أيوة ما سمعت إلا انفجار أسئلة بسرعة الحق بيقولوا هربوا 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 قلت ما به قالوا ما جاء الانفجار الثاني ما بسرنا لا كلها جرحى قتلى لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعاقبهم الله يأخذهم الله ينتقمهم. حادث بعيد كل البعد عن الإسلام والمسلمين وعن اسم الإسلام. الإسلام اسمه هو من السلام من السلام بكل ما يعنيها الكلمة. إجرام كبير ولا يرضى بلا دين ولا ضمير إنسان ولا أي شيء وإنما هي أفعال أمريكا. يعني لا احترموا حرمة جوامع لا احترموا حرمة الأطفال النساء ما هذا كل واحد بيدور ابنه كل واحد بيدور يعني صديق ما هذا الفعل وعيد حق الله. الناس يعيدوا يدوروا على الضحية يزوروا الأقارب يزوروا هذا يبكر يفعل لنا من هذا الأشياء. هذا لا بيحترموا لا جوامع ولا بيحترموا شيء تماما وهو عيد ويوم تعيد فإنسان هذا يعني لا يعني خارج ملة الله تماما. فجروا يوم العيد يوم الأضحى ما أزيد أقول لك أنا ما عاد تجي أنا ما عاد سجد حاجة خلاص. الذي حصل لهم جريمة لا يغفر لها التاريخ ولا الإسلاميين بعيدة عن الإسلام بعد سماع الأرض. أنتم الله ما تجعلوا هذا المصيبة الله أنتمهم من السماء. ورغم آلام هذه الجرائم وهذا العدوان في عيد المسلمين فإن الحياة في اليمن ستستمر وفرحة العيد ستبقى والشعب بإرادة قوية سينتصر على المجرمين وأدواتهم. سنصمت ونعيد ونفعل كل شيء وهم لن يقدرون أن ينزعوا فرحتنا إن شاء الله. ما احترموا لا عيد ولا احترموا جامع بيوت الله يرفع فيها ويذكر فيها اسمه فجروا فيها. ما بيزيدون الله تلاحم ومخوة ويدنا مع يد واحدة في مع الوطن لا يضرنا بشيء. اللي حصل اليوم إفلاس يحاولوا جاهدين أنهم يشوهوا الإسلام لن يستطيعوا أن يشوهوا الإسلام. الإسلام أرقى من أن يشوهوا ونحن باقون بحول الله. نحن باقون لأن هذه أرضنا لأننا نعرف أن الدين الإسلامي وعاء يحتوي الجميع. الكلاب الفعود هم أهل العدوان الفجرة ودكتر ما فعلوا الكلاب أيهم أنا كسر أبدا. الجريمة قابلتها جريمة مشابهة وإن اختلفت الوسيلة وباتت مشهدا يوميا فعدم احترام قرن الشيطان لقدسية هذا العيد ومكانته وما حرم فيه من عدوان إلا أن العدوان السعودي مارس عدوانه على اليمنيين مما يدل بوضوح على أن المنفذ والمجرم واحد.